بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية بشأن المشاورات السياسية الثنائية. الموقعون: عن الجانب الجزائري السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الأردني السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين. الاتفاقية الثانية: اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. الموقعون: عن الجانب الجزائري السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الأردني يوقع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين. مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية. الموقعون: عن الجانب الجزائري السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الأردني يوقع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين. رابعاً: برنامج تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووكالة الأنباء الأردنية بترا للمملكة الأردنية الهاشمية. الموقعون: عن الجانب الجزائري السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الأردني يوقع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين. خامساً: مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري. الموقعون: عن الجانب الجزائري السيد كمال بلجود وزير النقل. عن الجانب الأردني السيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.